السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم زينه؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده انتم والاحباب ديالكم والعائلات ديالكم. اليوم البنات متتبعين ديالي كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنشكر التفاعل ديالكم اللي كيحفزني وخليني نجيب لكم جديد. واليوم غادي نقترح عليكم تشكيله رائعه البنات، غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه للزي المغربي التقليدي، اليوم غادي نقترح عليكم جلبات مفتوحين على شكل عصري بالنسبه للناس اللي كيعجبوهم الجلبات بلديين وكذلك يلبسوهم مع العصري. هذا يعجبكم هذا الفيديو، هذا ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو الى الاخير. وكنقول لكم بارطاجيو الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم، وما تنساوش البنات البصيمه ما تعكسوش عليها باش نوصلوا لاكبر عدد ان شاء الله. الى عجبتكم الخدمه ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنشكر كاع الناس اللي كيدخلوا لعندي الكومونتير وكيحفزوني بكلمه طيبه، ما كان ننسى حتى شي واحد، كل شيء كنجاوب عليه. وكنقول البنات اللي كيسولوا على صندوق الوصف، صندوق الوصف هو هذا اللي معلم بالعلامه الحمراء، بركوا على هذا الزر هذا وغادي تدخلوا لعندي صندوق الوصف، فيه الرقم الهاتف ديالي، تواصلوا معايا في الخاص. وكذلك خليوا لي رساله على شكل اوديو باش نجاوب على كاع الاسئله كاملين. وما تنساوش البنات تحيه كبيره للناس النباتات ديالنا اللي كيطرزوا كيبدعوا في هذا الزي المغربي التقليدي الاصيل، وكنعطيهم تحيه كبيره كبيره من عندي، وكنقول لهم برافو ليكم، ونخليكم مع تتمه لا فيديو وفرجه ممتعه.